على نفسي انا حر. طب ما انت جايبه ليه بقى؟ خلاص روح بقى روح. انت وجهت الدنيا قبل ما لا حاشا وكلا ان اوجه، لكن انا رايي انها مش ضربه جزاء حتى لو انت مختلف معايا. بس طب خلي اديله فرصه. ايه القهر ده؟ اديله فرصه. اديني فرصه دقيقتين يا كابتن عبد الناصر. كابتن جمال بيه انا عندي سؤال اسمعك بس. معايا كابتن ناصر هو واخد قرار. طب قول طب جبت الراجل ليه؟ صحيته من النوم ليه؟ على رايك يا جمال، على رايك يا جمال. اتفضل يا كابتن. خلي بالك خلي بالك يا كابتن جمال، النهارده يا كابتن عبد الناصر ان المباراه كانت صعبه، يعني بيقول المباراه احيانا بتبقى صعبه على الحكم، فيها درجه صعوبه على الحكم نتيجه الاحداث ونتيجه الاختبارات اللي هي مر بيها الحكم داخل منطقه الجزاء. لكن هو عندما يعني يتعرض الحكم للضغوط او للاحداث داخل منطقه الجزاء، هنا بنقول ان القرارات المفترض ان هي تكون صحيحه. لو احنا قلنا ان قبل ركله الجزاء كان هناك لعبتين النادي الزمالك طلب فيهم ركله جزاء، ايوه الحكم كان قراره صحيح في عدم احتسابهم لان ما كانش في تعمد لعب الكره بالايد وكان القرار الحكم سليم. لما نيجي للحاله اللي هي كانت في الدقيقه 78 كابتن عبد الناصر، نشوف هنا اللاعب النادي الزمالك بيصوت والكره هنا نشوف نمره واحد. لو قلنا احتساب لمسه اليد طبقا للمعايير، هنا الايد داخل الصدر او الايد في محيط صدر اللاعب. طب لو انا شلت الايد النهارده الكره هتخبط فينا يا كابتن عبد الناصر بالعربي كده وبالبلدي كده؟ الصدر. هتخبط في صدره. يبقى اذا النهارده اولا هنا الايد في وضع طبيعي مليون في الميه. الايد ما خرجتش خارج نطاق جسمه او خدت محيط او خارج النطاق عشان خاطر تصطدم الكوره. الايد ما ذهبتش للكوره ولكن هي الكوره اللي هي راحت ذهبت للايد. معايا؟ كل ديت عوامل الحكم المفروض يعني ياخد بالاعتبار في احتساب ركله الجزاء. اذا وضع الايد طبيعي، الايد في صدره، لو شلناها هتبقى الكره في صدره، الايد ما خرجتش، الكره هي اللي اصطدمت بالايد، وبالتالي هنا انا شايف ان قرار باحتساب ركله الجزاء كان قرار غير موفق من الحكم. نتيجة ان هو كان موجود في زاوية لا تسمح له بتقدير يعني كابتن ناصر الخامس مش هو اللي اداله؟ لا لا خالص، لا لا خالص، لان الخامس كابتن عبد الناصر بعيد خالص عن الحدث. يعني ما عندوش وما عندوش اي زاوية رؤية ان هو يقدر يدي بيها او يتعاون مع القرار. عشان كده رفض التدخل في اللعبة. بالظبط كده، لان هو بعيد، انا ما عنديش حاجة اساعدك بيها يا ما تتدخلش في القرار. صح صح. ممكن ولا كمان الايد كمان ما تظهرش للحكم الخامس، لان الايد مواجهه للحكم، حكم المباراه، الحكم المباراه هو قدامه اللعبه. طيب الاستاذ جمال بالنسبه للحكم الخامس، وبالتالي انا شايف ان يمكن القرار الوحيد اللي ما كانش فيه موفق فيه النهارده طارق، رغم ان هو عمل مباراه كويسه جدا جدا، ولكن القرار بعد باحتساب ركله الجزاء اعتقد ما كانش موفق، وده كان نتيجه ان هو كان بعيد شويه عن التفاصيل الحقيقيه والدقيقه للعبه. يمكن اعتبر ممكن يكون خد الشكل كابتن عبد الناصر، ولكن انا شايف ان هنا ركله الجزاء لا يعني غير صحيحه. بس عايز اقول لك على حاجه، هو كان انا كنت واثق. بص، اولا الزمالك يستحق الفوز، كان ما حدش يزايد عليا، بس انا قاعد مع اصحابي بعد الفاول اللي بره المنطقه قلت لهم طارق عيد ضربه جزاء. طب انا عايز اسال سؤال بس، هو ليه الحكم طارق سامي واخد بالك هو اللي ضيق الحصان على نفسه؟ يعني انا بشوف الحكام بيتاثروا لما اللعيبه بتهيص وتزعق وتعلي صوتها قدامه، يعني هو تغاضى كتير قوي النهارده عن قرارات كان ممكن يحسم بيها امر الماتش. يعني في ناس كتير قوي كانت بتشوح وصوتها عالي ومعترضه طول الوقت، هو ليه الحكام بشكل عام يعني في مصر دايما بيقعد يتحمل فوق طاقته من اللعيبه، المهم عنده ان ال 90 دقيقه يخلصوا عشان يبقى تخلص من المباراه، وكأن لجنه الحكام دائما داعيه الى ذلك، اهم حاجه ترجع لنا بسكوت شيء والماتش خلص على حساب حاجات كتير قوي. انا شفت النهارده ان الناس طول الوقت بتشوح وبتزعق وبتتخانق ومش عاجبها اي قرار. ده انا بقول لك حتى حمدي النقاز اللي هو يعني راجل هادي جدا لقيته النهارده برضه سائل ثوره عارمه. فانا نفسي مش عارف ليه، انا بشوف ان الحكم هو اللي بيصعب الماتش على نفسه لما بيتغاضى عن حقوقه. طبعا اتفضل يا كابتن ناصر معاك. طبعا كابتن جمال، احنا طبعا تعليماتنا للحكام طبعا دايما وابدا الاعتراض غير مقبول، الاعتراض يجب ان يعني يواجه الحكم بشكل حاسم،
وزي ما قلنا ان احيانا اللاعب لما بيعترض مره والحكم ما بياخدش قرار هنا بقيه اللعيبه بتعترض والبقيه بتعترض وكذلك. ولكن احنا بنقول النهارده مباراه صعبه كابتن عبد الناصر، خلينا نتكلم معاك بامانه. المباراه صعبه نتيجه الهدف المبكر اللي جابه الحرس، وبالتالي في بعض الاحداث كانت المنطقه الجزائيه يمكن نادي الزمالك طالب باكثر من مره، صح تاثر الحكم كمان، مهمه الحكم احيانا في العادة كابتن عبد الناصر بتبقى مش واضحه قوي، عليها جدل، الحكم بيبقى قراره صحيح مليون في الميه، ودوت برضك بيلاقي اعتراض من اللاعبين داخل الملعب. ولكن انا شايف ان برضك ان النهارده ان كان في بعض الاعتراضات من اللاعبين، ودي فرصه من خلال برنامج بنقول للاعبين ان مش كل مباراه هتعترض فيها وهتسلم منها، ولكن خلي بالك لو انت بتلعب في مباراه او بتلعب في المنتخب واعترضت الاعتراض دوت سهل قوي قوي، لو انت عندك بطاقه صفراء هتاخد البطاقه الصفراء الثانيه وتاخد الحمراء، وبالتالي تخسر فريقك تغيير او تخسر فريقك فريق يلعب ناقص. كمان طبعا اللاعبين ينساقوا لقرارات الحكام، الحكم احيانا بيصيب ويخطئ نفسه زي اللاعب، ولكن احنا بنقول ان على الحكام ايضا ان هي لا تسمح بالاعتراضات اللي هي الغير معقوله والغير مقبوله في المباريات. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس على هذا الايضاح. اذا ضربه جزاء غير صحيحه. طيب عندي كذا لقطه في المباراه قبل ما اخد راي الاستاذ جمال فيهم، لان فيهم حاجات محتاجه لدكتور طب نفسي. يعني عندي لقطه كده عايزه تحليل من دكتور طب نفسي. عندما يملأك الخوف فياتي هدف فتنفجر وكانك خائفا من شيء ما، ده كله تجسد في لقطه. ولكن خلينا على قول لنا